الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فنستأنف في هذا اللقاء بفضل الله وحمده ورحمته ما كنا قد بدأناه في اللقاء الأول، وكنا نتحدث عن مفردتي الذكر والأنثى، وحررنا الحديث عن بداية الخلق وقول الله عز وجل وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، واستشهدنا بحديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم مضينا في أحاديث شتى حتى انتهينا إلى أن العلماء الفقهاء قالوا إن هناك 5 فوارق تكليفية في قضية الرجل والمرأة، عددنا منها 4. ذكرنا الميراث، قال الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، وذكرنا الدية، وقلنا إن جماهير أهل العلم وعليه عمل الصحابة من السلف والخلف أن دية المرأة على النصف من الرجل، وذكرنا العقيقة، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الجارية عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، ثم ذكرنا الشهادة، وقلنا إن الله قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وقلنا بقيت واحدة قال أهل العلم هي في العتق، قال صلى الله عليه وسلم من أعتق غلاما كان فكاكه من النار، ومن أعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار، فجعلوا العتق 5 هذه الـ4 التي سلفت في اللقاء الماضي، في أن لو قدر أن هناك مملوك الرجل فأعتقه العبد فأعتقه المؤمن، فإن المؤمن يعتق بكل عضو منه من النار، فإذا أعتق جاريتين أعتق كما أعتق رجلا، قالوا هذا يدل على أن العتق 5 هذه القضايا التكليفية. إذا تحرر هذا فإن الحديث عن الذكر والأنثى في القرآن كثير، لكننا ينبغي أن يعلم أن التاريخ الإسلامي شهد نساء جليلات، من أعظمهن وأشهرهن وأجلهن خديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها، وقد مضى الحديث عنها في دروس سبقت، لكن كفى النساء فخرا أن أول من دخل الإيمان قلبه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، وهي إحدى نساء 4 سيدة نساء أهل الجنة. ثم شهد التاريخ الإسلامي حتى في وفرة العقل يوجد في النساء من أتاها الله جل وعلا وفرة في العقل، ومن أشهرهن زبيدة زوجة هارون الرشيد الخليفة العباسي المعروف، وهذه المرأة من وفرة عقلها قالوا إنها وهي تحادث زوجها الخليفة في المنزل اختلف أيهما أفضل، وذكر نوعين من الحلوى كانتا في ذلكم الزمان، أحدهما يقال له الفالوذج والآخر يقال له اللوزنج، فهو يقول شيء وهي تقول شيئا. فدخل أبو يوسف بعد أن توارت المرأة، وأبو يوسف قاضي القضاة زمن الرشيد، فقال له الرشيد اختلفت أنا وزبيدة في هذا أي الصنفين أفضل، فقال أبو يوسف يا أمير المؤمنين لا أحكم على غائب، فأمر أمير المؤمنين بإحضار الصنفين، فأكل من هذا وأكل من هذا حتى اكتفى، فقال له الرشيد ما تقول؟ قال يا أمير المؤمنين قد اصطلح الخصمان، ما دام اصطلح الخصمان لن يكون هناك قضاء. فتعجب الرشيد من نباهته وأعطاه 1000 دينار ومضى. علمت زبيدة أن الرشيد كافأ أبا يوسف 1000 دينار، فبعثت إليه 1000 دينار إلا دينارا حتى تبقي على أن مكرمة زوجها أفضل من مكرمتها، فهي تعطيه لأنه ما انتصر للرشيد عليها ولم يبال بأمير المؤمنين، وقال يا أمير المؤمنين اصطلح الخصمان أي لا حاجة لي أن أحكم. فلما علمت أن أمير المؤمنين أعطاه 1000 أعطته تأسيا بأمير المؤمنين، ثم تأدبت معه أعطته 1000 إلا دينارا حتى تبين أن مقام أمير المؤمنين زوجها أعلى من مقامها. ولا ريب أن مثل هذا دلالة على وفرة في العقل. ذكر الله عز وجل في كتابه العظيم آيات ذكر فيها الذكر والأنثى، منها قول ربنا
تبارك اسمه وجل ثناؤه، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هناك تفصيل للأبوة وهناك تفصيل للبنوة. تفصيل لماذا؟ للأبوة، والثاني للبنوة. تفصيل الأبوة وقع على أربعة أحوال: آدم ولا علاقة بذكر أو أنثى به، كن فيكون، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحالة الثانية حواء، خلقت من أين؟ من ضلع آدم، خلقت من ضلع آدم. ولهذا يقولون إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إذا شككت في رجل عنده آلة رجل، عنده آلة الرجل وآلة أنثى، معروف بس لا أريد أن أقوله في التلفاز، لا يعرف هل هو ذكر أو هو أنثى، قال: عدوا أضلاعه فإن وجدتم أن ضلعه ناقص فهو رجل، لأن حواء خلقت من ضلع آدم. يقول إن أضلاع الرجل أنقص ضلعا من أضلاع المرأة، والعلماء نظموا في هذا، لكني لم أحرره طبيا حتى أستطيع البت فيه، لكن ذهن علي رضي الله عنه ومقامه في العلم لا يكاد يجهله أحد يقرأ كتب التراجم. هذا أنا ماذا كنت أقول؟ البنوة، وهذه الحالة الثانية من الأبوة. الحالة الثالثة أن يكون هناك أب وأم، وهذا سائر الناس. الحالة الرابعة حالة عيسى. ما هي حالة عيسى؟ توجد أم ولا يوجد ذكر، توجد أنثى ولا يوجد ذكر. حالة حواء يوجد ذكر ولا توجد أنثى. حالة آدم لا ذكر ولا أنثى. وحالة الناس وجود ذكر وأنثى، هذه كم؟ أربعة. هذه حالة أبوة، يقابلها حالة بنوة. حالة بنوة هي المذكورة هنا، يهب لمن يشاء إناثا، هذه حالة. كلوط عليه الصلاة والسلام لم يكن عنده إلا إناث. ويهب لمن يشاء الذكور، قالوا مثل الخليل إبراهيم لم يكن عنده إلا ذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا كمحمد صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس. ويجعل من يشاء عقيما، لا ذكران ولا إناث كحالة قالوا يحيى وعيسى عليهما السلام. ولكني لا أعلم أن يحيى تزوج أو أن عيسى تزوج، والعلم عند الله، هذا ذكره العلماء وأنا هنا مجرد ناقل، لكن قد يقع عليهما وقد لا يقع عليهما، لكنه قطعا موجود في الناس. فهذه أربعة أحوال للبنوة يقابلها أربعة أحوال للأبوة. قال الله عز وجل في عياذا بالله في قوم لوط: أتأتون الذكران من العالمين. وهذا عياذا بالله فاحشة مستبشعة ذكرها الله جل وعلا عن قوم لوط، قال: وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. ثم ذكر الله جل وعلا كذلك أن كفار قريش نسبوا لله جل وعلا الولد، ثم لم يكتفوا بأنهم نسبوا إلى الله الولد فجعلوا لله أقل الحظين، ألكم الذكر وله الأنثى، أي ارتكبوا جرمين. بينا هذا تفصيلا في دروس سبقت، لكني هنا مضطر لإعادته لأنه يتعلق بالذكر والأنثى، وهي قضية أنهم نسبوا إلى الله الولد وكفى بذلك إثما وجرما وجرأة، ثم جعلوا لله جل وعلا الأقل. لكننا إذ حررنا هذا كله ينبغي أن يعلم أن ثمة أحوال جعل الله جل وعلا فيها، جاء الشرع بأن حظ المرأة فيها أعظم من حظ الرجل. فالحضانة مثلا للأم دون الأب، ويؤيده ما ثبت في السنن بسند صحيح أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، ثم إن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم أكمل تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي. فجعل الحضانة حقا لمن؟ حقا للمرأة. وكما أمر صلى الله عليه وسلم المرأة ببر زوجها وقال:
لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فأمرها بالسمع والطاعة في المعروف، أمر المرأة حال كونها زوجة بالسمع والطاعة للزوج، أمرنا بالبر للمرأة في حال كونها أما، وجعل حقها أعظم من حق الوالد. قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وهذا ظاهر بين لا يحتاج إلى إعادة، لكن حتى يكون الحكم صحيحا لا ينبغي أن يؤتى ويقال إن كما يقول من لا دين له ولا خلاق له ولا علم عنده إن الإسلام، وينسب هذا إلى الدين، أضاع المرأة ويأتي بأقاويل لم يفقهها. لا بد أن ينظر إلى حالها، حال كونها أم أولى من من؟ أولى من الأب، وحال كونها أخت يعظم إذا كانت يتيمة. قال ابن المنذر رحمه الله: السعي على الأخوات أعظم من الجهاد في سبيل الله. السعي على الأخوات، يقصد إذا كنا يتامى، أعظم من الجهاد في سبيل الله. فعظم حالها إذا كانت أخت، وعظم حالها إذا كانت خالة. قال صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. ولما جاءه رجل له ذنوب كثر وسأل صلى الله عليه وسلم: لك والدة؟ قال: لا. قال: لك خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. فجعل بر الخالة مثل بر الوالدة، وأكرمها حال كونها عمة. وقد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم عمته صفية يوم أحد، وهي أم من؟ أخت من؟ أخت حمزة، وحمزة عمه. وقال: لولا أن تجزع صفية لتركته، أي حمزة، يقبر في بطون السباع والطير. ومع ذلك وراه ودفنه. واختلف العلماء، وصلى عليه ولم يصلي عليه، على قولين شهيرين للعلماء. الراجح والعلم عند الله أنه لم يصلي، لكن حتى القائلون بالصلاة لهم أدلتهم. المقصود إكراما لعمته صفية. وأكرم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة حال كونها بنتا، وكان يقوم لابنته فاطمة إذا دخلت عليه ويرحب بها ويقول: مرحبا بابنتي. ولما أجارت ابنته زينب زوجها أبا العاص بن الربيع، قبل صلى الله عليه وسلم أن يجير أبا العاص، لأن ابنته زينب أجارته رضوان الله تعالى عليها وعنه، أي عن أبي العاص، لأنه أسلم بعد ذلك. فالمقصود لا بد من النظر في هذا كله. يبقى بعد ذلك بعض المسائل الفقهية. فمثلا الفقهاء يقولون: إذا ارتد الرجل وارتدت المرأة، ما الحكم؟ فأما في الرجل فعقد الإجماع على أنه يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. لكن الحال في المرأة إذا ارتدت، والمسألة فقهيا فيها أقوال ثلاثة: تقتل كما يقتل الرجل، والحجة أن قوله عليه الصلاة والسلام: من بدل، هذا عموم يدخل فيه الرجل ويدخل فيه المرأة، وهو قول الجمهور، ولعله أقرب إلى الصواب. هذا القول الأول. القول الثاني أنها تحبس حتى تموت، وهذا قول أبي حنيفة، واحتج بأنه جاء الشرع بأن المرأة لا تقتل، وأجيب بأن هذا في حال القتال إذا كانت من عدو. أما امرأة ترزق الإيمان ثم تكفر ترتد، فهذه حقها أن تقتل، لكن قال أبو حنيفة رحمه الله: تحبس. الحالة الثالثة، وهذا موجود وينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا أظنه يصح رفعه إليه، لكن كذا في كتب الفقهاء، يقولون إنها تسترق، تصبح سبي. إذا ارتدت تصبح سبي، أي أن ولي الأمر يملكها أحد الناس، تصبح سبيا رقيقا. لكن الذي ينبغي أن يعلم أن مثل هذه المسائل تقرأ دراسة للعلم، لكن النفاذ لمن؟ لولي الأمر، ولا يجوز لأحد مهما بلغ علمه وبلغت عاطفته أن يفتئت على ولي الأمر في مثل هذه المسائل. كما أن الجمعة والجهاد في سبيل الله وإقامة الحدود لا ينبغي أن تكون، ولا ينبغي لأحد، لأن هذا الأمر الباب لو فتح لضاعت الأمة
وأم المؤمنين حفصة كانت عندها ساحرة جارية تملكها، سحرتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حد الساحر ضربة بالسيف، فقتلتها وهي تملكها، والسحر كفر. ومع ذلك لما بلغ ذلك أمير المؤمنين عثمان شق عليه ذلك، أن كيف حفصة تفعل هذا وهو أمير المؤمنين، لولا أن أخاها عبد الله جاء فكلمه وطيب خاطره، وهي مملوكة عندها ولها في ذلك حجة، أن الإنسان يقيم بعض الحدود على مملوكه. لكن قال أهل العلم أما مثل هذه الأحوال لا تسند إلا لولي أمر المسلمين يراها القضاة، والقاضي يحكم مع أمر مهم يعرض عليه الاستتابة، فإن تاب انتهى قضي الأمر، تعرض عليه الاستتابة فإن تاب قضي الأمر، إلا من اشتهر بالزندقة مرة بعد مرة مرة بعد مرة، فالفقهاء يقولون حقه أن يقتل. لكن لا بد أن يعلم مدارسة العلم شيء، نحن نتكلم هنا مثلا لو جاء إنسان يدرس الحدود فذكر الزنا وحد الرجم وأنت تعرفه وأنا أعرفه ويقال أقوال العلماء، لكن هذا لا يصيغ لي ولا لك أن نأتي لأي أحد زان فنقيم الحد عليه ولا أن نقيم عليه حد السرقة. ومعلوم أن مثل هذه الأبواب لو فتحت وتركت لأصاب الأمة شر مستطير، يصبح الناس فوضى لا يمكن ضبط أحوالهم، يأتي الإنسان إلى غريمه إلى خصمه فيقتله يرجمه يقول رأيته يزني، رأيته يقتل، رأيته يسرق، أقمت فيه الحد، ولم يقع هذا أصلا في صدر السلف الأول، وإنما كانت تترك الأمور لولاة أمر المسلمين. المراد في قضية مسألة الذكر والأنثى، نختم بأن يعلم أن الله عز وجل جعل للرجل أن يعدد، قال ربنا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ولم يشرع هذا في حق الرجال، وهذا ظاهر ولا يوجد هذا في أي ملة. لكن الرجل لو مات وانقضت العدة جاز للمرأة أن تتزوج بعده بعد وفاة زوجها، هذا بإجماع المسلمين، ظاهر هذا؟ طيب الآن سأسوق فريدة من فرائد العلم في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم مات وحرم الله على الأمة، على أي أحد من رجال الأمة أن ينكح أمهات المؤمنين بعد من؟ بعد النبي. نعود للأول، الإنسان يجهل ماذا؟ يجهل الغيب، فتأتي امرأة متزوجة من رجل ولو كان من أفضل الناس في عينيها ثم مات، هي لا تعلم الغيب، قد بعد انقضاء العدة لو تزوجت غيره يكون أفضل من الأول، فيصبح الثاني زوجا لها أين؟ في الجنة، واضح؟ يكون عونا لها، زوجا لها في الجنة. لا نستطيع أن نقول إنها لن تتزوج أفضل منه، ما نستطيع أن نحكم بهذا، لأن هذا غيب لا نعلمه، واضح؟ واضح؟ فمن أسباب أن تنكح المرأة بعد زوجها الأول طمعا في أن يكون الثاني أفضل من الأول، ظاهر هذا؟ الآن نعود للأول، إذا عدنا للأول، منعت أمهات المؤمنين أن ينكحن أحدا بعد رسول الله لأنه قطعا لا أحد أفضل من رسول الله، واضح؟ لأنه لا أحد قطعا، ما تقول هذا غيب يمكن، ما فيها يمكن هذا، لا أحد قطعا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لهن رضوان الله تعالى عليهن أن يأتي في خلدهن مثقال ذرة أن أحدا يرضين به فيحرمن صحبته صلى الله عليه وسلم في الجنة وقد رأينها في الدنيا. نختم بفائدة علمية أخرى، إذا سئلت ما الشيء، ما المعصية التي نهى الله عنها في كتابه ولم يفعلها أحد ولن يفعلها أحد، فقل هذه، واضح؟ الله قال ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده، فنهى
فما دام نهى فهي معصية، فهي معصية نهى الله عنها ولم يقترفها أحد، ولن يقترفها أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وأزواجه متن، واضح؟ وإن سئلت عن واجب أمر الله به ولم يفعله إلا واحد، فإن الله يقول: فقدموا بين يدي نجواكم صدقات. فقدم علي صدقة وناجى النبي، ثم نسخ الله هذا الحكم فانتهى الواجب، ولم يقم به إلا شخص واحد، هو من؟ هو علي. زادني الله وإياكم علما، والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.